بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور أوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، وكل دلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى سارة الترمذي رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال به: قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نور من أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين وسيد شباب أهل الجنة. قال حدثنا سفيان بن وغين، قال حدثنا زريج محمد بن فزير أن يزيد نحوه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن سيد وابن أبي نعم وعبد الرحمن بن أبي نوح البجلي الكوفي وجفنا أبا الحكم.